بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه على نعمه العظيم، لا نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الصلاة ونعمة الصيام، وصلاة وسلاما على سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وأصحابه، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. نحييكم أيها الإخوة ونحمد الله تبارك وتعالى أن بلغنا رمضان، وننتهز هذه الفرصة لنهنئ إخواننا في بنما وفي أمريكا اللاتينية وفي كل مكان على وجه هذه الأرض، نهنئهم بهذا الضيف العزيز وبهذه الهدية الربانية التي أكرم الله بها هذه الأمة. شهر رمضان يستحق أن نهنئ أنفسنا به، كما نهنئ أنفسنا بالأعياد وبأي مناسبة مفرحة، فهو شهر أطل علينا ليغفر الله به ذنوبنا ويرفع به درجاتنا، فهل هناك أعظم من ذلك؟ أن تغفر المعاصي وأن تستقبلنا الجنان مفتحة أبوابها، كما هو معلوم فإن أبواب الجنة تفتح وأبواب النيران تغلق، ويعيش المسلم في معية الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم. هذا الشهر الذي تستضيفنا فيه الملائكة، فإن الأرض تعج بالملائكة في شهر رمضان، تتنزل في كل وقت من أوقات أيام وليالي رمضان، تزاحم المصلين في الصلاة، ولنا أن نتخيل أن أكتافنا تلامس أكتاف الملائكة في الصلاة، فإذا ذكرنا الله ذكروا الله معنا، وإذا كبرنا كبروا، وإذا دعونا الله أمنوا. إنها مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا، ومن المفارقات أننا نجد حتى المفرطين المقصرين، ربما نجد مسلما مقصرا في صلاة أو في عبادة، لكن يأتي عند رمضان ويتحول إلى شخص مختلف تماما، إلى شخص يحب رمضان ويصوم رمضان ويفرح برمضان، وربما كان رمضان بالنسبة إليه بابا إلى التوبة وإلى التغيير، فترك المعاصي واستأنف حياة جديدة مع ربه سبحانه وتعالى برمضان. فإذا كان الله تبارك وتعالى للأمة وجعل الكعبة تهوى إليها قلوب الأمة، فأيضا رمضان يشبه الكعبة في ذلك، فإن القلوب تهواه وتنتظره. ولعلنا في بنا أن جيران المركز والمسجد والمنطقة التي يوجد بها المركز والمسجد
من غير المسلمين أيضا ينتظرون رمضان، بغض النظر عن العطاء والكرم الذي يظهر من أبناء المسلمين الكرام في هذه المناطق لإخوانهم في الوطن. نعم، الأخوة في الوطن، وما يراه الناس بفضل الله سبحانه وتعالى من أخلاق مميزة، وهذه شهد بها القاصي والداني في بنما للمسلمين، بارك الله فيهم جميعا. ولكننا نلاحظ أن المنطقة كلها، يعني حتى لاحظنا ذلك في رجال الدين، في بعض رجال الدين يسأل عن رمضان، سبحان الله العظيم. فلقد استطاع المسلمون بفضل الله تبارك وتعالى أن يحببوا غير المسلمين في هذا الشهر الكريم. وكم من غير مسلم اعتنق الإسلام في هذا الشهر لما رآه من سلوكيات مميزة. وأنا أقول هذا الكلام وأؤكد عليه حتى نستمر، وحتى نستهدف غير المسلمين، ندخل عليهم بهذا الدين الطاهر، هذا الدين الذي هو المنقذ للبشرية. والله يا إخوة، الإسلام هو المنقذ للبشرية من الشقاء الذي تعيس فيه الأمم، والله العظيم. الأمم الآن تعاني خواء روحي، تعاني الاكتئاب واليأس والإحباط، وعلاج ذلك ليس إلا في دين الله سبحانه وتعالى. فكما استطعنا بفضل الله تبارك وتعالى أن نحببهم في شهر رمضان، نستطيع بفضل الله إذا التزمنا التزاما ربانيا رمضانيا بأحكام الشريعة فقط، نستطيع أن نحبب الناس في الإسلام وأن ننقذهم مما هم فيه، لأن الله سائلنا لا محالة، والله سنسأل، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، سوف تسألون عن هذا الذكر وعن هذه الرفعة. ذكر أي رفعة، رفعة لنا، سنسأل والله يا إخوة، حنسأل، سيسألنا الله عن هؤلاء، عن الجيران، عن من يعملون معنا في البيوت وفي الشركات، كل من يلتقي بنا منهم. ونحن نعلم ونؤكد على هذه المعلومة أن غالب الشعوب لا يكرهون الإسلام، الذين يكرهون الإسلام هم السياسيون الحقدة وطبقة قليلة، لكن الشعوب لا تكره الإسلام، هي تجهل الإسلام. وفرق بين من يكره ومن يجهل، ومن جهل شيئا ربما عاداه لأنه لا يعرفه. هم يسمعون عن الإسلام من الإعلام المزور المضلل، ولكن عندما يلتقون بنا ويرون منا سلوكيات طيبة، ويروا في بعض المسلمين أخلاق رسول الله محمد وأخلاق القرآن، لا يتردد أبدا في أن ينطق بالشهادتين وأن يعتنق هذا الدين. وهذا الكلام أنتم تتفقون معي فيه. لذلك أنا أحمل كل مسلم في المهجر المسؤولية الكاملة عن تبليغ هذا الدين من خلال السلوكيات. لأن ربما البعض يقول أنا لست عالما، أنا لا أريد منك علما، أنا أريد منك سلوكا، سلوك يترجم على الأرض. وكما أقول دائما بأن اللغة الوحيدة التي يفهمها كل الناس، يفهمها الأعجمي، الإنجليزي، الأوروبي، اللاتيني، العربي، الصغير، الكبير، الرجل، المرأة، لغة واحدة لا يجهلها أحد، هي لغة السلوك. نريد أن نترجم القرآن إلى لغة السلوك. القرآن نختمه في رمضان، ومطلوب منا أن نختمه تلاوة وسلوكا، أن تتطابق هذه السلوكيات مع ما نقرأ في كتاب الله عز وجل. يروا منا الصدق
والرحمة ولين الجانب واحترام شعائر الدين، فلا يليق بمسلم أبدا أن يراه غير المسلم وهو مفطر يأكل ويشرب وهو يعلم. كل الأمم الآن تعرف أن رمضان دخل على المسلمين، كل الأمم بفضل الله سبحانه وتعالى. رمضان أصبح الآن عالمي بمعنى الكلمة، عالمي، كل الأمم تعرف أن هناك رمضان وأن المسلمين يصومون في هذا الشهر الكريم. عندما يرى مسلما مفطر أو يتعامل تعامل لا يليق أبدا بالإسلام فيرى الصورة القبيحة. الصورة القبيحة هي للمسلمين وليس للإسلام. الإسلام صورته دائما صورة جميلة ومضيئة ومشرقة، يشوهها بعض المسلمين للأسف الشديد بسلوكياتهم، وربما هذا المسلم يكون يصلي أو ما إلى ذلك. نريد أن نلتزم، وأؤكد دائما وأبدا أن الله سبحانه وتعالى سائلنا جميعا عن هذا الدين، سائلنا عن هؤلاء، وإن هؤلاء جميعا ولكم، وهذا كلام حقيقي، سيقفون أمام الله سبحانه وتعالى ويقولون يا رب اسألهم لما لم يعلمونا، لما لم يبلغونا. والله هذا سيحدث، سيحدث، كما أن الجائع سيقول يا رب اسأله لما لم يطعمني. فالإسلام أولى أن نسأل عنه، والعاري سيقول يا رب اسأله لما لم يكسوني. سنسأل عن الجائع وعن العاري، ومن باب أولى أن نسأل عن الدين، من تركته جائعا ربما مرض، ربما مات من الجوع لو افترضنا هذا والعياذ بالله، النهاية الهلاك الدنيوي. أما من تركته دون دعوة ودون أن أبلغه الإسلام هلاك أخروي والعياذ بالله في النار. فأيهما أولى بالله عليكم؟ فرمضان فرصة عظيمة جدا، كما قلت أن العالم ينظر إلينا من خلال هذه النافذة العظيمة، نافذة رمضان.